واحد اسمه ابراهيم خليل، مش عارفه ايه اللي وصل الشباب يكون هذا رد فعلهم. معلش نجيب الصوره بتاعته. هو بيقول هو لو كل واحد مننا بيكلم الشباب يعني اشترى مقص وقابل اي واحده كشف شعرها قام بقص يقص شعرها، مش هتلاقي ولا واحده من غير حجاب. يا راجل يا راجل، عايز تتحدى؟ تعالى لي بس انا بمقص يعني لهذه الدرجه، ونزل بصورته واسمه عادي جدا، ويعني ده المفروض يتعاقب. ده تحرش لفظي لكل واحده غير محجبه، ده اهانه لكل واحده غير محجبه، مش بالغصب، مش بالقمع، مش بالقهر. انتوا بتضغطوا هتلاقوا في الاخر ايران تانية. اللي بيحصل في ايران هيحصل عندنا، واتمنى ان ما نوصلش للدرجة دي. الحرية مهمة جدا، قمع المرأة والبنت، هنشوف شوية صور دلوقتي مهينة مهينة. يعني انتوا قتلتوا الطفولة، قتلتوا الطفولة بجميع اشكالها. ممكن نشوف الصورة اللي بعد كده لحاتم الحويني. معلش نحطها على الشاشة كلها. ايوه كده بيقول لك هنا، من هنا، ده حاتم الحويني، الشيخ حاتم الحويني، من هنا ندك معاقل او معاقل ايوه العلمانية، ونزلزل حصون الغرب بالحفاظ على امهات المستقبل التي سيخرجنا لنا باذن الله امثال خالد بن الوليد ومحمد الفاتح. ويعني بينصح الاباء والامهات ان يدخلوا فلذات اجبادهم للازهر. انت بتفتكر ان انت لما تعمل كده في البنت وتضيع طفولتها وبراءتها ان هي هتمشي بما تقوله انت؟ لا صدقني، ممكن يعني يمكن 10% من دول يعملوا زي ما انت بتقول، بس 90% منهم عندهم شخصية، عندهم رأي، عندهم ان هم يقدروا يقولوا لا في وقت من الاوقات. انتوا بتضغطوا عليهم، هي مش مقتنعة باللي ده، مش كلهم مقتنعين، ولكن الغصب من الاهالي، ضغط من الاهالي، حرام 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 ان احنا نشوف الوضع كده والطفولة. سيبوا البنت تكبر شوية وهي تقرر. ما افتكرش ان شعر الطفلة دي هيغري شاب، ولا زي ما عبد الله رشدي بيقول يعني نجوزها بدل ما تبقى خدامة ولا